لطالما كان اللعب والسير بحرية لاستكشاف ما حولهم حقا من حقوق الأطفال، لكنه بالنسبة لعماد السبعة أعوام لم يكن كذلك. الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي قبل 3 سنوات على عدن بترت ساقي عماد لتتركه على هذه الهيئة وتحرمه من مواصلة حياته بسلام، متسببة بإعاقته الدائمة. أنا أصبت في الحادث، بس الحمد لله أمشي على أصابع رجولي، الحمد لله حسن نمشي، لكن أخي لا يمشي ولا حول ولا قوة. تقول عزيزة شقيقة عماد: يخشى بعض الأطفال اللعب مع عماد لأنه من دون أقدام. كان عماد الشيء راح عند أمي بالحام، بعدين خلاص عادل الشيء حبس حبس ما لعبت عماد، خلاص عادل فكله عاد بيخفي وداقت الغليفة. تتحدث هذه الأم عن حاجة طفلها الماسة للتدخل الطبي. ما عنديش أمل إنه بيمشي، يعني بصدق إنه يمشي، ما عنديش أمل الصدق يعني، بس لو في سفرية برا إن شاء الله بيمشي، كلنا نقول إن شاء الله بيمشي. خصمت الحرب من جسد عماد وحياته، لكنها لم تستطع سرقة ابتسامته، حيث لا يزال يدرس ويلعب ويملأ الحياة حضورا متغلبا على الألم. أنا ضد مسلم الدبال، أنا ضد، أنا شيل الدباس. لم يكن عماد وحده من ألحقت الحرب الضرر فيه وسلبته جزءا من حياته، فقد تسببت بإعاقة الكثيرين وغيبت المئات غيرهم، ولا تزال آثارها حاضرة في عدن حتى الآن. حنين جمال، بلقيس، عدن.